دو ري مي فا سول. شو قالت لي بعدين؟ مرحبا أصدقائي، بونجور. Vous allez bien؟ Moi je vais très bien. عم بتعلم جيتار ومش عم بحفظ لي نوت. دو ري مي فا سول لا سي. تذكرتهم، سو سون لي نوت. لا جيتار هي آلة شوي صعبة. بتعرفوا تدقوا جيتار انتو؟ أنا كنت دق بيانو، بس هلأ بدي أتعلم دق جيتار. صعبة شوي لأنه فيها أوتار دي كورد، وقالوا لي إنه هيدي اسمها جيتار كلاسيك، بس كمان في جيتار تاني اسمها جيتار إلكتريك، يعني بتنوصل بالكهرباء وصوتها مختلف عن هيدي. جيتار جيتار جيتار. شو بدنا نتعلم اليوم؟ كل لتر. لا لتر جي. جي جيتار. عم بسمع ج وعم بقول لا لتر جي. صحيح، لانه لا لتر جي مثل ما قلت لكم بالحلقه الماضيه بقدر الفظها ج ومرات كمان بلفظها ج. وبالحلقه اليوم رح نشوف كلمات بتتضمن لا لتر جي بس بسمع فيها ج ج. جاهزين؟ اول كلمه اكيد عرفتوا انه اليوم رح نتعلم le mot guitare. On dit une guitare. رح نشوف بالأغنية اللي بنسمعها بكل أسبوع للألفابي فرنسي شو محضري لنا pour la lettre G. هي كلمة نسمع فيها ج أو نسمع ج. انتو بعدكم ذاكرين؟ أنا نسيت. جاهزين لنرجع نسمع الألفابي؟ ركزوا معي، رح تخبروني من بعد هيدا الفاصل. Qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme des. E, éléphant. F, comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt. Z comme zèbre. Je suis de retour. رجعت لكم. وهلا بأهم فقرة اللي بنكتب فيها، on écrit. لأنه رح نكتب فيها الحرف يلي عم نتعلمه اليوم. نحن تعلمنا كيف نكتب جي ماجسكول وجي مينسكول. رح نرجع نكتبه اليوم كمان، وبدي أذكركم إنه بهيدي الحلقة عم نتعلم كلمات تتضمن لليتر جي بس نسمع ج. بس هي لا لتر ما بتتغير مثل ما تعلمناها بالحلقه الماضيه. جي ماجسكول، جي مينسكول. جاهزين؟ رح نكتب اول شيء جي ماجسكول. شوفوا معي. On tourne et on ferme. خلصت. هيدا جي ماجسكول. تعرفوا انه صديقي جابرييل، جابرييل بيكتب اسمه avec un G majuscule لأنه اسم علم، c'est un nom propre. شوفوا كيف بيكتب جابرييل اسمه. جابرييل، جابي. بتعرفوا حدا اسمه جابي أو جابرييل؟ في بنات كمان اسمهم جابرييل. بيكتبوا زيت الشيء اسمهم بس بيحطوا آخر شيء دو زل وبيحطوا أ. جابرييل. G majuscule. وهلأ رح نتذكر comment on écrit le G minuscule. كيف منكتب G minuscule؟ كتير سهل. On fait un rond. نعمل دائرة صغيرة كأنه عم نعمل A بس مننزل. G minuscule. اليوم بحلقتنا استعملنا ببداية الحلقة فرجيتكم الجيتار. كنت عم دق على الجيتار، كنت عم جرب دق على الجيتار لأنه بعدني بالبداية.
وانتو كمان اذا عم تتعلموا آلة تدقوا عليها من جديد بدكم تكونوا صبورين باسيان، يعني بدنا ناخد وقتنا. انا رح طول بالي كتير كتير لصير كتير دق منيح على الجيتار. وهلأ رح نكتب اون جيتار. جاهزين؟ شوفوا كيف نكتب اون جيتار. اون جيتار. طلعوا منيح، عندي جي عندي او بس ما قلت جو قلت جي. يعني انا لازم استنتج انه بس يكون عندي جي وراها اي رح الفظ جي تما الفظ ج. شو حطيت؟ حطيت بالنص للتر او. اذا بين الجي وبين الاي بحط هيدا الحرف تاسمع ج. شو قلت هلا؟ جيتار. اون جيتار. ما بلفظ ابدا لو. رجعوا تذكروا منيح، بس يكون عندي جي ويكون عندي اي بلفظ جي. مين منكم بيعطيني كلمه بتبدا بالجي وراها اي وبسمع فيها جي؟ حيوان رقبته كتير طويله، ياكل اعشاب وبينام ساعتين بالنهار. الزرافة. لا جيغاف. شوفوا كيف نكتب جيغاف. جيغاف. عم ذكركم أصدقائي إنه بس يكون عندي جي إي والفوز جي جيغاف. مين بيعرف يعطيني كمان كلمة بكتبها بجي إي وبالفوز جي؟ شفناها بالحلقة الماضية، نبشو منيح. اون جيتان. برافو. وكمان كلمة، أنا تذكرت كلمة، حدا منكم ذكرها؟ أن جيلي. برافو. رح ذكركم إنه منقول أن جيلي ومنقول اون جيغاف ومنقول اون جيتان. فاذا اون جيغاف جي اي بسمع جي، اون جيتان جي اي بسمع جي، ان جيلي جي اي بسمع جي. اذا بدي اسمع جي شو بحط بالوسط بيناتهم؟ تدخل للتر او تقعد بيناتهم وبتخليني اسمع جيتار. جيتار. اون جيتار. هلا اذا تعلمنا اليوم انه لو جي ماجسكول بينكتب اكيد لاسماء العلم يلي انتم صرتوا تعرفوها مثل جابرييل مثل جابي، ولو جي مينسكول بينكتب بهالطريقه. وتعلمنا كمان انه هيدا الحرف فيني اسمعه ج وفيني اسمعه ج. ذكرتكم انا بثلاث كلمات نسمع فيها ج. شو رأيكم كمان ذكركم بكلمة رابعة يلي ما حضر الحلقة؟ تعلمنا كمان اون اورانج. اون اورانج يعني البرتقال. تعالوا نكتب اون اورانج. اون اورانج. اورانج يعني برتقال. وإذا ما بقول اون اورانج يعني اللون البرتقالي. اورانج. اورانج، جيراف، جيتان، جيلي، كلمات عم بكتب فيها جي وعم بسمع ج. بينما جيتار، جابرييل، شو عم بسمع فيهم؟ ج. إذا اليوم رح نتعلم بحلقتنا كثير من الكلمات بنسمع فيهم لو سون ج ومنكتب جي. بدكم تميزون على الدفتر، بدكم تحطوا صفحة للكلمات اللي بنسمع فيهم ج وصفحة تانية للكلمات اللي بنكتب فيهم جي بس نسمع ج. رح نتعلمون لهالكلمات أكيد بالفقرة اللي جاية، بس قبل أنا رح ريحكم شوي بأغنية اون شانسون حبيتوها كتير. مين بيتذكر شو يعني أنا جائع؟ جي فان. خلونا نسمعها سوا.
on a faim, qu'est-ce qu'on mange ? De la soupe ! Et avec quoi on la mange ? Une cuillère ! Et quand la viande, elle est dure ? On la coupe ! Et puis on attend le dessert. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on boit ? De l'eau fraîche ! Et parfois aussi, du jus frais. Quelle joie de se réunir à table et de manger proprement. كلكم جعتم بس سمعتوا هيدي الغنية؟ هلا مش وقت نجوع ابدا. بدي اياكم تكونوا كثير مركزين معي ومحضرين الصفحة يلي رح نكتب عليها الكلمات يلي بنكتب ج بس نسمع ج. ما تنسوا اليوم حلقة لليتر ج يلي بنسمع فيها ج. ركزوا معي. أول كلمة رح نشوفها على الشاشة سور ليكران هي جيتار. جيتار. اون جيتار. كتار منكم كتبوها ببداية الحلقة لما كتبتها على اللوح، ومنكم هلا عم بيكتبها. برافو، اكتبوها. هيدي الجيتار يلي شايفينها منقلها جيتار كلاسيك. اون جيتار. احفظوها منيح. جيتار. ما جيتار يعني آلتي لإلي. اون جيتار. تذكروا منيح، إذا بدي أكتب جي وبدي أحط وراها دغري إي بدي أصير أقول جي. شو بعمل تما أقول جي؟ تقول جي. مين بيجي بيناتهم بيدخل؟ لا لتر أو. برافو، أنتو صرتوا تعرفوا الفويال كتير منيح. اون جيتار بسمع جي لأنه دخلت الأو بيناتهم. رح ننتقل للكلمة الثانية. شو عندي؟ مجموعة من الخضار. الخضار منقلن ان فرانسي دي ليجوم. ليجوم يعني خضار. عدوها بعد مرة. ليجوم. ال او اكسنت ايجو بسمع لي. بعدين عندي جي او. بس يكون عندي جي او بلفظها جو. ليجوم. مين منكم بيقدر يقول لي ليش حطينا اس باخر الكلمه؟ برافو ليلي، تذكر كثير ذكي، لانه قلنا دي ليجوم. دي ليجوم هن كتار، من هيك منحط اس. هيدي علامه انه نحن هون عندنا جمع بلوريال. برافو، دي ليجوم يعني خضار. نكمل؟ رح نكمل. ثالث كلمه، كلكن عندكن محاية ممحات منقلها اون جوم. كتير سهلة كلمة جوم. شوفوا شو سهلة، نكتب جي، نكتب حتى او. بس اكتب جي مع او شو بلفظ؟ جو. بس هون لو او il n'est pas fermé, il est ouvert يعني بفتح شوي تمي. اون جوم، ما بقول اون جوم، اون جوم. وما بنسى انه لازم حط دوزام. Une gomme. وما بشد ابدا. Une gomme. كتبتوها؟ رح كمل. الكلمة من بعدها، حدا منكم شايف شي مرة المحطة؟ يمكن شايفينها على التلفزيون. المحطة ان فرونسي منقلها une gare. Une gare. شوفوا شو سهلة. Une gare، كلمة gare مؤلفة من أربع أحرف، دو كاتر لتر. عندي جي A R E gare. G A شو بسمعوا؟ جا مثل أي اسم؟ جابرييل مثل جابي. une gare. إذا كل ما يكون عندي جي A بدل ألفظه جا. une gare محطة. الكلمة التالية هي une garderie. garderie هي الحضانة. تعرفوا انه الحضانة هي مكان منحط فيه الأطفال يلي بعد ما راحوا على المدرسة. إذا الماما بتشتغل مثلا والبابا بيشتغلوا وما عندهم مين ينتبه على الأطفال الصغار، بحطوهم بالحضانة. الحضانة بيقولوا لها une garderie. garderie شوفوا أول ثلاث أحرف. gar. gar مع e يعني محطة. رح أذكركم فيها، شوفوها. gar. والكلمة اللي بعدها شفناها garderie.
garderie يعني حضانة. Une garderie. C'est féminin, مؤنث. Une garderie. بديكم تركزوا كتير منيح وتركزوا معي على آخر الكلمة. عندي جي، عندي او وعندي او. أنا سمعت ج. إذا بستنتج إنه بس يكون عندي جي او بلفظ ج. شو بعمل تبطل ألفظ ج؟ مين بيدخل بيناتهم؟ لا لتر او عطول هيدي اللتر هي اللي بتدخل بالنص. إذا بس تدخل بين الجي والاو بسمع ج. مثل جيتار بس تدخل بين الجي والاي كمان. رح ارجع عيد الكلمة. اون باغ. قولوا بعد مرة. باغ يعني خاتم. رح عيد كل الكلمات. ركزوا منيح. أول كلمة شفناها اون جيتار. جيتار. تاني كلمة دي ليجوم خضار. ليجوم. تالت كلمة محاية من إلا une gomme. الكلمة البعدة المحطة من إلا une gare. الكلمة البعدة بتشبهها شوي من إلا garderie. garderie يعني حضانة. أما الكلمة الأخيرة فهي الخاتم. الخاتم en français من إلو une bague. بعرف إنه تعبتوا شوي، رح خليكم ترتاحوا بهالفقرة الصغيرة وارجع لكم بإكزرسيس يعني تمرين. Une gare. Une gomme. Une garderie. Des légumes. Une guitare. Une bague. Jana Azdikoy, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Ana jahze. Ento jahzin? Ana hadartelkoun un exercice. يعني تمرين. بهيدا التمرين قيلت لكم انتور. انتور يعني اضع دائرة. اضع دائرة. ما كملت الجملة انا، بس انا بدي منكم كون انتور لو مو يعني الكلمة يلي بنسمع فيها لو سون ج. هلا انا بس اطلعت بالكلمات واكيد انتو كمان قلتوا انه كل الكلمات تتضمن للاتر جي. بعض الكلمات منا بسمع فيها ج والبعض بسمع ج. بعدكم ذاكرين اي كلمات نسمع فيهم ج واي كلمات نسمع فيهم ج؟ بهيدا التمرين تنقدر نميزهم اون فا انتوري، رح نحط دائره حول الكلمات يلي بنسمع فيهم ج. مركزين؟ ج. جي شوازي، اخترت لون الاورانج يعني لا كري اورانج، الطبشوره لونها اورانج. بدنا نحط دائرة. On entoure les mots où on entend le son J. خلينا نشوف أول كلمة. Une gare. برافو. هالكلمة صغيرة. تذكرتوا الصورة؟ gare. شو يعني gare؟ محطة. كتار منكم تذكروا صورة المحطة يلي شفناها على الإكران. gare. جي مع A بسمع G. مثل Gabriel. Ga. Je l'entoure. Je ne l'entoure pas. سمعت ga. إذا يلي ما لحق يكتب قبل gare يكتبها هلا ويتذكر إنه منقول gare. Je ne vais pas l'entourer. رح كمل. Un gilet rouge. بالحلقة الماضية تعلمنا الكلمات اللي بسمع فيهم ج وشفنا سوا على الإكران جيلي روج. جيلي بذكركم هي السترة يعني بتشبه الجاكيت بس ما إلها كمام. قلت جيلي. جي إي دايما بسمع ج. جي. جو لانتور. جو لانتور. جيلي روج.
روج أكيد روج بالسمع ج لأنه كتبت ج أ دونك جيلي روج وهلا رح تابع رح شوف الكلمة الثالثة je continue avec le troisième mot une gare bravo بتشبه gare garderie garderie مين بيتذكر شو كانت الرسمة كان في ولاد صغار قاعدين هي الحضانة يلي منحط فيها ولاد صغار garderie qu'est-ce que j'ai entendu شو سمعت g donc je ne vais pas entourer garderie garderie هي الحضانة كتبتوها هلا صار فيني كمل le quatrième mot une plage je vais à la plage يعني اذهب الى الشاطئ plage يعني شاطئ je l'entoure bien sûr plage مثل rouge ge ge بسمعوا ج plage الشاطئ رح تابع une girafe bravo كتار منكم اتطلعوا فوق جيلي جيراف جي اي بسمع ج جيراف جيراف يعني زرافة une باغ باغ يعني الخاتم مين منكم بيتذكر بالاخر ليه لفظت باغ برافو انا كتير مبسوطة منكم لو انا كتبت جي او كنت قلت باج شو صار لحتى قلت باج مين دخل بيناتهم لا لتر او دايما هيدا الحرف بيدخل بيناتهم للجي وللاو تيخلوني اسمع ج اون باج خاتم باج جو نونتور با جو كونتينيو اون غام مين ذكر شو يعني غام اكيد كلكم حتكون بحاية اون غام جي او جو بس غام هي او اوفير غام غام جو نلانتور با جو كونتينيو اون جيتار او جيتار جيتار اكيد ليه لفظت جيتار لانه دخل الاو بيناتهم للجي وللاي فرقهم وخلينا نقول ج اون جيتار شو لونها الجيتار اورانج مثل لون الطبشوره اورانج جو لانتور برافو انا كتير كتير مبسوطه منكم بدي اطلب منكم تكتبوا كل الكلمات اللي بنلفظ فيهم ج من ميل والكلمات يلي بنلفظ فيهم ج من ميل تاني وتتذكروا منيح بنهاية حلقتنا انه هو الحرف ذاته سي لا لتر جي تعلمنا لا لتر جي نسمعها ج نسمعها ج انتو كتير كتير شاطرين وبدي اطلب منكم تترقبوني بالفقرات اللي جاية اغفوار Quand on a faim, qu'est-ce qu'on mange? De la soupe! Et avec quoi on la mange? Une cuillère! Et quand la viande, elle est dure, on la coupe! Et puis on attend le dessert. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau fraîche! Et parfois aussi du jus frais. Quelle joie de se réunir à table et de manger proprement.